تعادل سلبي بدون اهداف هو ملخص مباراه الاهلي والهلال السوداني. كابتن شريف، نتيجه منطقيه. نتيجه منطقيه لاحداث المباراه كلها. انت كان عندك فرص كتير جدا في الشوط الثاني على الاطراف، خاصه علي معلول كان عنده اكثر من كره، كان ممكن تترجم لثلاث نقاط النهارده. بس ما كانش في سعي بجديه يا كابتن ان حد من الفرقتين هو يعني هو مش سعي بجديه. علاء قال لك الفرقه فيها حاجه متعطله، يعني مش السرعات بتاعتهم، مش سرعه التفكير. ظهر في رطوبه جامد عليهم مثلا، هناك في حر جامد. لعيب مش ده اللعيب العادي اللي لو بيلعب في مصر او بيلعب في اي حاجه. بتكلم على درجه حراره 33؟ لا انا بكلمك على الوان تو، على الانطلاقات، على واحد زي ديانج بياخد الكره ويقطع بيها كل ده. قفشه لسه نازل، يعني هو بيروح وقفشه مش قادر يواكب نفس السرعه، خدت بالك، عشان يقدر يلعبها له على الطرف ويقدر يروح يجيب بيها جول. اللعيبه مش فريش الحقيقه، اللعيبه حاسس كده ان هم متكلبشين. ساعات بيجي علينا يوم كده نحس ان نازلين في رمل في رجلينا. ايوه. ف الحاله اللي هي موجوده دي في وسط الملعب النهارده، عدم التحركات السريعه اللي هي يملكها جميع اللاعبين. على فترات، على فترات تلاقي الاطراف بتتحرك، انما الحاله اللي هو فيها ياسر ابراهيم الوحيد اللي بياخد تكوف، بيطلع كوره، وده اللي ادى فرص لفرقه الهلال. يعني ده اللي خلى فرقه الهلال عندك في الناحيه الثانيه. هو الطبيعي انك انت بكام باص سليم يا ايمن في نص الملعب سهل جدا انك تروح على الناحيه الثانيه. عندي بس برضه بكام تحرك بدون خطوره على مرمى علي لطفي. يعني انا نفسي اشوف سويتش بين شريف وطاهر، سويتش بين عبد القادر وطاهر، حاجات اللي هي تسمح لاي لعيب جاي من نص الملعب رؤيه، يدي لك ان بتوين باص يوديك على الجول، سهله الحكايه. بس التفكير النهارده متعطل شويه، التحركات متعطله، الدوافع اللي احنا كنا بنتكلم عنها وما اعرفش على قد النتيجه اللي هي حصلت النهارده دي.